عميد الأدب في العالم الذي تصنعه الأفكار، كل عقل يرى الحقيقة من جانب الذي وقف في وجه الجمود وأحدث حركة نقدية جديدة وجريئة في الأدب والشعر والتراث والتعليم، واقفاً بثبات تسنده بصيرته الثاقبة وإرادته الحرة من أجل الانتصار للوعي. واليوم بمرور ما يقرب من نصف قرن على رحيله، يتذكر الناس طه حسين بلقبه الذي منحوه إياه، عميد الأدب العربي، المفكر الذي تنبض باسمه المكتبات والشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 31، الحاضر من خلال 41 كتابا من مؤلفاته، تكريما لمنجزاته وأفكاره التي سبقت زمانه ليكون حيا بيننا اليوم.